فإذا الآن تمرين الاستعلام والتصفية، لمتابعة هذا التمرين يجب أن تقوم بالتمرين السابق الذي هو تمرين 302، والاستعلام سيكون من نفس جدول الموفيز ونفس البيانات التي أدخلناها. فبالنسبة لـ SQL، جيد، نحن تعلمنا شيء يعني جيد جدا، شيء ممتاز فيها. تعلمنا كيفية إنشاء جدول وكيفية إدراج معلومات بالجدول، وثم كيفية الاستعلام عن البيانات من الجدول من خلال هذا الأمر، أمر الاستعلام أو التحديد أو الجلب أو الاسترجاع الذي اسمه select. لكن الشيء المهم أكثر أيضا، أو سيكون الموضوع أكثر فائدة، لو استطعنا فلترة هذه البيانات. وماذا يعني فلترة البيانات؟ يعني مثلا ماذا لو أردنا مثلا أن نحصل على الأفلام التي نوعها هو مثلا كرايم أو جريمة؟ يكون أفضل بدل أن نقرأ مثلا، الآن نحن لدينا 10 أفلام، لكن ماذا لو لدينا قاعدة بيانات فيها آلاف آلاف الأفلام؟ وهذا الشيء موجود على أرض الواقع، يعني مواقع الأفلام قواعد البيانات فيها ملايين الأفلام الموجودة والمضافة إليهم. فطالما لديهم ملايين الأفلام، فمثلا يريدون مثلا استرجاع الأفلام التي هي جريمة حتى يعرضوها للمتابع وهو يختار بينها، فكيف ذلك؟ بكل بساطة عليهم أن يكتبوا أمر SQL، خصوصا إذا كانت قاعدة البيانات التي لديهم هي قاعدة بيانات MySQL أو SQL أو تعتمد لغة SQL. فنفس الأمر هذا سيكتبوا select all from movies، وسيكتبون أيضا where، كلمة where اسمها where clause أو جملة where، والتي تعني، أنا أحاول أن أريك أكثر أجعل الصورة أوضح. فإذا where نوع الفيلم هذا، لاحظوا سأكتبه هنا، يساوي ماذا؟ يساوي crime. فإذا نكتب crime وهكذا، وثم يمكن أن نكتب run. فهذا يعني أننا نريد نحن الأفلام التي نوعها crime فقط، فسيأتي كل الأفلام التي لها نوع جريمة، جيد، أو فيها جرائم يعني. فإذا أردت مثلا أن الأفلام التي فيها أكشن، أنا أريد أن أعرض للمتابع الأفلام التي هي أفلام أكشن، فسأكتب يساوي أكشن، فإذا run، فإذا الآن سيذهب لي أفلام الأكشن. طبعا دعونا ننظر في هذا الأمر ما هو فعليا. فبكل بساطة أنا كتبت كلمة where، وباللغة العربية where يعني أينما أو حيثما، جيد. ضروري أن تفهم الكلمة باللغة العربية حتى يعني تفهمها جيدا، حتى تدخل عقلك بشكل جيد. فإذا where يعني أينما أو حيثما، يعني أينما يكون بمعنى آخر، أو حيثما يكون. النوع الفيلم، وما هذا نوع الفيلم؟ هو اسم العمود، اسم العمود. قيمة اسم العمود هنا للسجلات تكون action، جيد. فإذا السجل الذي قيمة العمود هذا له تساوي كذا أعده لي بالموقع. فأنا أخبرتك هنا ملاحظات في دفترك، هنا يوجد قسم اسمه ملاحظات في دفترك. هذا القسم مهمته أن أعطيك يعني مثل هايلايت أو يعني إضافة اهتمام أكبر للنقطة التي أريدك أن تفهمها من الموضوع. فبالنسبة لهذا الموضوع أنا أريدك أن تفهم هذه الجملة، جيد. إذا كان هنالك جزئية أخرى لم تفهمها لا مشكلة، لكن هذه الجزئية يجب أن تخرج من هذا التمرين وأنت تفهم هذا الموضوع. فالفكرة هنا أن where اسم العمود يساوي هذه الفاليو باللغة العربية الفصحى، يعني اجلب لي معلومات السجلات، جيد، من جدول الكذا أينما يكون قيمة العمود الفلاني في ذلك السجل تساوي كذا. هكذا معنى اللغة العربية الفصحى. بالنسبة للفلترة، أول شيء نتعلمه هو كلمة يساوي أو إشارة يساوي. يساوي يعني نفس هذه القيمة نفسها، يعني exactly، يعني بالضبط تماما كما هي. هذا action سيعيد لي السجلات التي فيها action، لن يعيد شيء آخر. طيب، طبعا بالنسبة للجدول، دعونا نعد للجدول. هذا الجدول مثلا جدول الأفلام، أنا أريد الأفلام التي صدرت بعد عام 2000، بعد عام 2000 أنا مهتمة بهذه الأفلام. فإذا أردت إعادة هذه الأفلام التي صدرت بعد عام 2000،
يمكن أن أكتب نفس هذا الموضوع أن select all from movies where لكن أنا أهتم بال release date أو year بالموقع أنا كتبت year لا هنا كتبت date لكن نفس الفكرة فتعال هنا سأكتب اسم العمود الذي هو أنا وضعته release date هنا في حالة release date والموقع release year لكن لا أريد أن تكون تساوي أنا أريدها أن تكون أكبر من 2000 أكبر من 2000 يعني بعد 2000 وبالتالي هنا سأكتب أينما يكون release date أكبر من 2000 وRun فالنتيجة هنا ظهرت لي كل الأفلام التي ظهرت بعد عام 2000 الشيء المهم الذي يجب أن تفهمه هنا أن هل ظهر شيء هنا في عام 2000؟ نعم مثلا هذا الفيلم ظهر في عام 2000 تحديدا لكن لم يتم إعادته هنا لأن هذه الإشارة أكبر يعني بعد 2000 لكن 2000 غير متضمنة فإذا 2000 غير متضمنة excluded يعني جيد فإذا أردت تضمينها include 2000 تضمينها فيجب أن أكتب أكبر أو يساوي 2000 لاحظوا وإذا قمت أنا بران فسيظهر لي الفيلم الذي ظهر في عام 2000 مرة أخرى بخصوص هذا الدليل هو أن تقرأ ملاحظات في دفترك يعني أينما أقول أنا ملاحظات في دفترك ركز عليها ضع تحتها خط وحاول أن تفهمها طيب نكمل ماذا لو أردت مثلا أن أحصل على الأفلام التي لها تقييم أقل من 8 أو 8.5 أو 8.5 فبالنسبة الآن أريد أن أقول rating التقييم هو rating فبالتالي هنا سأكتب where rating هذا هو اسم العمود طبعا هذا سأمسحها الrating يجب أن يكون أقل ما القيمة التي حددتها أنا 8.5 إذا قمت أنا برن لاحظوا سيظهر لي الأفلام التي تقييمها أقل من 8.5 لاحظوا مرة أخرى أن الشيء الذي هل يوجد شيء 8.5 نعم هذا الفيلم 8.5 لكنه لم يظهر فلماذا السبب؟ السبب أن أصغر هذا لا تتضمن هذه القيمة فإذا أردت تضمينها يجب أن أكتب أصغر أو يساوي والآن run فلان الآن سيظهر لي الفيلم الذي ريتنج له 8.5 طيب إذا أردت مثلا أن أقوم باستعادة الأفلام التي أو جلب الأفلام التي سنة الإصدار لها أكبر أو تساوي 2008 يعني التي ظهرت بعد 2008 و2008 متضمنة فالشيء الذي سأقوم به where release date طبعا أنا أريد بعد 2008 يعني أكبر أو تساوي لأنني قلت 2008 متضمنة أكبر أو تساوي 2008 فإذا الآن لاحظوا سيظهر لي هذه الأفلام جيد؟ ممتاز أيضا مرة أخرى تمرين آخر ماذا لو أردت مثلا الأفلام التي التقييم الخاص بها أقل أو يساوي 8 يعني 8 متضمنة أقل أو يساوي فكيف ذلك؟ سهل جدا أكتب هنا rating وهنا أقل أو يساوي 8 ورن فهذه الأفلام كلها ستظهر لي طبعا هذا نفس الشيء أنا شرحته قبل قليل تمرين مكرر لكن أنا أنظر للتمارين التي وضعتها بالدليل وأحاول يعني أن يكون الفيديو متسق مع الدليل طيب التمرين الأخير هو التالي وأحيانا نريد نحن أن نقوم بجلب البيانات بين قيم يعني ليس أكبر أو أصغر أو يساوي أيضا نريد جلب البيانات بين قيم معينة وخاصة هذا في بيانات التاريخ وبيانات التاريخ تكون مثلا مثل السنوات أو حتى التاريخ نفسه يعني مثلا أن يكون تاريخ يوم معين مثلا تاريخ اليوم هو 23 شهر السادس الميلادي 2024 سنة ميلادية هذا التاريخ مثلا أحيانا نريد مثلا أن نقوم ب جلب البيانات بتاريخ معين يعني من بين مثلا بين عام 2000 وعام 2010 اجلب لي البيانات بين عام 2000 و2010 بين عام 1990 و2010 فكيف ذلك فهنا نستخدم عبارة between
فالسؤال لهذا الموضوع هو أن أجلب لي كل الأفلام التي أصدرت بين عامين 1990 و 2000. فبكل بساطة لهذا الموضوع سنختار where release date. جيد، الآن لن نستخدم أكبر أو أصغر، سنستخدم عبارة اسمها between، يعني بين. البين ما هي الأرقام؟ 1990. ما هو الرقم الثاني؟ 2000. وحتى نربط بين هذا وهذا يجب أن نكتب كلمة and، يعني و. فبالتالي مرة أخرى اقرأ باللغة العربية حتى تترسخ لديك المعلومة. اجلب لي كل السجلات، كل الأعمدة لكل السجلات من جدول موفيز، وخصوصا السجلات التي وتحديدا السجلات التي فيها تاريخ الإصدار بين هذا العام وهذا العام. النتيجة لاحظوا سيجلب لي كل الأفلام بين هذا التاريخ. لاحظوا أن عام 1990 لا يوجد فيلم ب 1990، لكن يوجد فيلم ب 2000. فبتوين تتضمن هذا وتتضمن هذا. ماذا لو أردت هنا أوضع مثلا بين 94 وهنا مثلا 1997 والآن run. فنلاحظ ستتضمن 94 وستتضمن أيضا 97، ستجلب كل الأفلام بين هذه بين يعني هذا التاريخ وهذا التاريخ، أو بين هذه السنة وهذه السنة. طبعا لماذا أكرر أنا كلمة تاريخ؟ لأنني أنا فعليا عندما قمت بإنشاء هذا الجدول وضعت الريليس ديت أو ريليس يير انتجر عبارة عن رقم، لأنني أنا فعليا أريد أن أضيف سنة، يعني مثلا 2000 2010 كذا، لا أريد أن أضيف شهر ويوم، بالرغم أن يمكنني أن أضيف شهر ويوم. وحتى لو أضفت مثلا هنا التاريخ كامل الذي هو يوم والشهر والسنة وأيضا معه الوقت صباحا ومساء والساعة كاملة، فأيضا بتوين يمكن أن تقارن بينهم بين التواريخ، يمكن ذلك. إذا معلومة إضافية أريد أن أضيفها لمن يريد أن يتعلم أكثر، إذا كنت لا تحب التعلم الإضافي فقم بالخروج من هذا الفيديو أو اخرج من الفيديو. فإذا المعلومة الإضافية بكل بساطة هي أن هذه البيانات التي لدينا والتي نضيفها لقاعة البيانات هي ليست مجرد بيانات معلقة هكذا نضيفها لأجل الزينة أو لأجل تعقيد الأمور. هذه البيانات فعليا هي بيانات تهمنا، والأصل بوضعها بقاعة البيانات لأنها تهمنا، والأصل أننا نريد أن نستعلم عنها. وبالتالي وجدت لغة SQL حتى تسهل لنا حفظ البيانات بالطريقة هذه التي نحن كتبناها Table, Insert Into. استخدمنا هذه الأوامر لإضافة بيانات وأيضا بطريقة الاستعلام عن هذه البيانات. فإذا عندما نحن نقول مثلا اجلب لي الأفلام التي نوعها Action أو اجلب لي الأفلام التي صدرت بعد عام 1990 وهذه الأمور، لو ذهبتم لأي موقع أفلام ستجدون مثل هذه الخصائص موجودة. يمكن هنالك أزرار فلترة، يمكن أن تفلتروا. مثلا أنا أريد أن أشاهد فيديو أكشن، فيعرض لك زر أكشن، زر دراما، زر أي شيء، يعني أزرار مختلفة. هذه الأزرار فعليا عزيزي المتابع والمتعلم هذا مرتبطة مع قاعة البيانات فعليا بشكل أو بآخر. وهذا الارتباط بالنهاية أنت فقط تقوم بالنقر على زر أريد أن أعرض أفلام أكشن، فقط تقوم تنقر على زر أكشن. لكن في الحقيقة الشيء الذي يحدث وراء الكواليس أنت ترسل أمر نهايته تصل إلى قاعة البيانات، وقاعة البيانات بالنهاية تترجم أمر اعرض لي أفلام أكشن الذي قمنا بإنشائه قبل قليل. هذا الأمر بالنهاية نفس هذا الأمر نفسه يتم إرساله لقاعة البيانات حتى يتم عرض لك أفلام أكشن. جيد، ونفس القصة بالنسبة لكل الأوامر اللي تعلمناها اليوم. إن شاء الله سنتعلم أكثر في التمارين القادمة بمواضيع الفلترة والتصفية وأمور أخرى. أتمنى أن تتابعوني بهذا الدليل الذي سيتحدث تقريبا كل أسبوع أو كل أسبوعين. فإذن شكرا أعزائي المتابعة، وإن شاء الله نلتقي لاحقا. مع السلامة.